تمام. طيب قول لي عدد العناصر المعروفة. 118 تمام. أول من قسم العناصر لفلزات ولا فلزات مين؟ أرشميدس. لا، شميدس ده في رياضة مش هنا. صح. برازيليوس. ايوه، تمام. اسمه رقم شايف. طيب، خواص الفلزات. عندي 5 خواص. جهاز التوصيل، جهاز توصيل الحرارة والكهرباء، تمام. قابلة للسحب والطرد، تمام. و كده فاضل ايه؟ فاضل 2 سوا. 3. لسه 3. لا، بريق الثلاثة اللي معدني. جايين. تمام، برافو. الاثنين اللي جايين مهمين جدا بقى. توجد جماعة في صورة صلبة. تمام، باستثناء تقريبا الزئبق. تمام الزئبق هو الفلز الايه السائل الوحيد. تمام، لسه عندي واحدة. اللي هي مستوى الطاقة الخارجي. واحد واثنين وثلاثة إلكترون. تمام، يحتوي على 1 أو 2 أو 3 إلكترون فقط. طيب، علل. عندما تفقد ذرة الفلز إلكترون أو أكثر تتحول إلى أيون موجب. عندما ايه؟ عندما تفقد ذرة الفلز إلكترون أو أكثر تتحول لأيون موجب. ركزنا على دي الحصة اللي فاتت وقلنا مهم. علشان عدد الإلكترونات الموجبة أكبر من عدد الإلكترونات السالبة. برافو. طيب، ايه هو الأيون الموجب بقى؟ الأيون الموجب تعريفه كانت ده دي كانت عكس دي بالظبط، موجب عكس ضرب. السالب. ها، ذرة عنصر فلز خسرت إلكترون. لا، فقدت إلكترون. ها، أو أكتر مع التفاعل تمام، الكيميائي. أثناء التفاعل الكيميائي. كويس أوي. طيب، خواص اللا فلزات. أوصل لفل الذات. ما كده خلصنا الفلزات. هي تعتبر عكس اللا الفلزات باختلافات بسيطة. ليس لها بريق معدني برافو. غير قابلة للسحب والطرق والتشكيل، تمام، ورادية توصيل الحرارة والكهرباء، باستثناء في عنصر منها موصل ايه للكهرباء.
مش عارف. الكربون أو الجرافيت. اه ده لا فلز جيد التوصيل للكهرباء. تمام، تمام. كده قلنا 3 خواص، لسه 2. يوجد بعضها في صورة صلبة. تمام، صلبة. وإيه صلبة؟ بس وغازية. يبقى فلزات، لكن صلبة وغازية يبقى إيه؟ لا فلزات، ما عدا أو ما عدا باستثناء البرو. البروم. بروف. لسه 1. دي بقى اللي هي كنا بنزود عليها حاجة. مستوى الطاقة الخارجي. أيوة كنا يعني هو أكبر من الفلزات. بالظبط كده، اللي خمسة أو الفلزات ستة أو سبعة. بتفقده هو بياخده. 5 أو 6 أو 7، اللي الفلزات يعني الفلزات عندي بتفقد 1 أو 2 أو 3، صح؟ لا بتقوم اللافلزات واخداهم بقى، هي الفكرة في كده بس. تمام. تمام تمام تعريف الأيون السالب. تعريف الأيون السالب. ذرة عنصر لا فلسي اكتسب إلكترونة. اكتسب إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الإيه؟ تمام. الكيميائي. تمام كده، كويس أوي. ركز معايا هنا بقى، احنا كده أخدنا الفلزات والأيون الموجب، وأخدنا اللافلزات والأيون السالب. تمام، نعم طبعا الجزء اللي انت مش فاهمه في الأيون الموجب أو السالب هيتكرر دلوقتي واحنا بنشرح الجزء الجديد. تمام، هتفهمه كويس. كل الفكرة تمام. عندي إن الفلزات إيه اللي بيحصل لها؟ بتفقد إلكترون فتتحول لأيون موجب. تمام، تمام. طيب الأيون الموجب ده خلاص هي اتحولت لأيون موجب وفقدت إلكترون 1 أو 2 أو 3. اللافلزات بقى بتكتسب إلكترون أو أكثر فتتحول لإيه؟ لأيون سالب. اللي الفلزات فقدته أو الإلكترونات اللي الفلزات فقدتها اللافلزات بتاخدها وتتحول لأيون إيه؟ سالب. يبقى الأيون الموجب مرتبط بالفلزات، الأيون السالب مرتبط باللافلزات. تمام، تمام. هي اللخبطة كلها في كده. هي مخطط ممكن تعمله قدامك كده، أيوه، فلز يفقد إلكترون يتحول لأيون موجب. خلاص خلصنا من دي. طيب اللافلزات بقى، لافلز هيكتسب إلكترون فيتحول لأيون إيه؟ سالب. مو سالب. سالب، السالب مع اللافلز. تمام، ايوه عشان بيكتسب. بالظبط كده. بس طيب احنا عرفنا الأيون الموجب والأيون السالب. لو انا عايز اعرف الأيون فقط، الأيون من غير بقى لحدد لا موجب ولا سالب، ذرة عنصر فقدت او اكتسبت الكترون، مش انا لما باجي اعرف الايون الموجب بقول فقدت الكترون؟ طيب ولو عايز اعرف الايون السالب بقول اكتسبت الكترون، ذرة عنصر اكتسبت ايه؟ الكترون. طب عايز اعرف الايون بس من غير ما احدد لايون موجب ولا سالب، يبقى هكتب الاتنين، فقدت او اكتسبت. تمام تمام. تمام طيب عندي ملحوظة مهمة جدا، بيقول لك عندما تتحول الذرة إلى أيون، يعني ذرة الفلز أو اللافلز لما بتتحول لأيون موجب أو سالب، العدد الكتلي ما بيتغيرش. مش أنا كان عندي العنصر بيكون ليه عدد ذري وعدد كتلي ايوه وعدد إلكترونات، الإلكترونات اللي هي بتساوي الإيه؟ العدد الذري.
العدد الكتلي ده كان بيساوي البروتونات والنيترونات، مجموع أعداد البروتونات والنيترونات. كل ده احنا واخدينه الترم الأول. طيب ليه بقى لما الذرة بتتحول لأيون العدد الكتلي ما بيتغيرش؟ لأن أنا هنا ما بدخلش البروتونات ولا النيترونات في أي حاجة أصلاً، أنا كل اللي بيحصل عندي تغير في الإلكترونات. الأيون لو فقد أو الفلز لو فقد إلكترون بيتحول لأيون موجب، واللا فلز لو اكتسب إلكترون تحول لأيون سالب. فأنا هنا بتعامل مع الإلكترونات بس، ما تعاملتش مع بروتونات ولا تعاملت مع النيترونات، فبالتالي العدد الكتلي بيفضل زي ما هو، كل اللي بيتغير عندي الإلكترونات سواء فقدت منها أو اكتسبت إيه؟ عدد جديد. منها تمام كده؟ تمام. يبقى العدد الكتلي في حالة فقد أو اكتساب الذرة الإلكترونات ما بيتغيرش. تمام؟ تمام. عندي هنا مقارنة في الحاجات اللي أخدناها الحصة اللي فاتت نراجع عليها سريعا ما بين الذرة والأيون. طبعا الذرة متعادلة الشحنة الكهربية لأن فيها إيه؟ ها؟ لأن فيها إلكترونات وبروتونات بروتونات موجبة ونيترون. ونيترونات متعادلة أيوة والإلكترونات سالبة. طيب الإلكترونات فيها بتساوي البروتونات أو العدد الذري. طيب الذرة كان عندي كمان إن مستوى الحاجات دي من الترم الأول، مستوى الطاقة الخارجي غير مكتمل بالإلكترونات ما عدا العناصر الخاملة. العناصر الخاملة أو ذرات العناصر الخاملة بيكون مستوى الطاقة الخارجي ليها مكتمل فيه 8 إلكترونات. تمام؟ تمام. باستثناء برضو الهيليوم، الهيليوم فيه 2 بس من العناصر الخاملة اللي فيها 2 إلكترون بس وبيكون مكتمل. يبقى الذرة متعادلة الشحنة والإلكترونات فيها بتساوي البروتونات، مستوى الطاقة الخارجي إيه؟ غير مكتمل بالإلكترونات، عدد الإلكترونات في المستوى الأخير بيكون ناقص اللي هو أقل من 8. طيب الأيون بقى، الأيون ممكن يبقى موجب أو سالب. لو تبع الفلز وفقد إلكترون بيكون أيون موجب. طيب لو تبع اللا فلزات بقى واكتسب إلكترون بيكون عندي أيون سالب. يبقى أنا كده الأيون عندي ممكن يبقى موجب أو سالب. تمام؟ تمام. طيب عدد الإلكترونات فيه لا يساوي عدد البروتونات عكس الذرة. عدد الإلكترونات في الأيون لا يساوي الإيه؟ البروتونات. ومستوى الطاقة الخارجي للأيون مكتمل بالإلكترونات. لو تاخد بالك وإحنا بنشرح الحصة اللي فاتت قلنا إيه؟ الفلزات بتفقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير عشان توصل لحالة الاستقرار أو الاكتمال. ممكن يبقى المستوى الأخير فيه 1 أو 2 أو 3، هي مش محتاجاهم فبتخرجهم بره. فبعد ما بتخرجهم بتلاقي إن المستوى الأخير بقى فيه 8، صح؟ صح. ده في الفلزات. طب اللا فلزات بقى المستوى الأخير فيها ممكن يبقى فيه 5 أو 6 أو 7، فبتقوم تكتسب إلكترونات عشان تكملوا الـ8، بتكتسب إيه؟ 1 أو 2 أو 3، فتوصلوا لإيه؟ ل 8 إلكترونات، وكده يبقى المستوى الأخير إيه؟ مكتمل. يبقى في حالة الأيون سواء موجب أو سالب المستوى الأخير بيكون إيه؟ مكتمل بالإلكترونات. تمام. طيب الفلزات واللا فلزات ولسه مقارنينهم إيه؟ من شوية فلزات جماعها موجودة في حالة صلبة ما عدا الزئبق، لها بريق معدني جيدة توصيل للحرارة والكهرباء، قابلة للطرق والسحب والتشكيل، مستوى الطاقة الخارجي أقل من 4 إلكترونات يعني 1 أو 2 أو 3، والذرة بتاعتها بتفقد إلكترون وتتحول لأيون موجب. طيب اللا فلزات، احنا بنعيد الحاجات دي عشان هنحتاجها كمان شوية.
اللا فلزات قلنا موجودة في صورة صلبة أو غازية، ما عدا البروم سائل ليس لها بريق معدني رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء، ما عدا الكربون أو الجرافيت. الكربون هو نفسه الجرافيت، وده لا فلز وبيكون موصل جيد للكهرباء، غير قابلة للسحب والطرق والتشكيل، والمستوى الخارجي بيحتوي على أكتر من 4 إلكترونات اللي هم 5 أو 6 أو 7، ما عدا عنصرين الهيدروجين والكربون. ناخد بالنا من الاستثناءات اللي موجودة في كل إيه؟ في كل خاصية. تميل ذرتها تمام. لاكتساب إيه؟ إلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي، فبتتحول لأيون سالب. طيب الأيون الموجب والسالب طبعا لسه إيه قايلينهم من شوية. عنصر فلز، الأيون الموجب عنصر فلز بيفقد إلكترون وعدد الإلكترونات أقل من البروتونات، وأنت لسه مجاوبها. والشحنات الموجبة اللي بتتحط فوق بعد التوزيع بتساوي عدد الإلكترونات المفقودة، يعني لو أنا فقدت واحد بكتب إيه على الأيون من فوق موجب واحد، لو فقدت اتنين بكتب فوق موجب اتنين، دي اسمها الشحنة، بتساوي عدد تمام. الإلكترونات اللي أنا فقدتها. طيب عدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب بيقل ليه؟ لأن أنا بقى المستوى الأخير بشيله وبطلعه بره، صح؟ صح. فبالتالي عدد مستويات الطاقة بيقل. على العكس في الأيون السالب بيكتسب إلكترون، عدد الإلكترونات أكبر من البروتونات، الشحنة بتكون سالبة ومساوية لعدد الإلكترونات المكتسبة. يعني لو أنا اكتسبت إلكترون بكتب فوق موجب واحد، سالب واحد قصدي، لو اكتسبت اتنين بكتب فوق سالب اتنين، فدي الشحنة السالبة بتساوي الإلكترونات المكتسبة. ومستويات الطاقة بتساوي عدد مستويات الطاقة فيه بتساوي عدد مستويات الطاقة في ايه؟ في ذرته، ما بتتغيرش. كل الموضوع ان انا في المستوى الاخير لو في مثلا 5 بكمله لـ8، لو في 6 كمله لـ8، لو في 7 برضو بكمله لايه؟ لـ8، لكن لا بشيل المستوى ولا بزود مستوى جديد، انا التغيير كله بيحصل في نفس المستوى اللي هو المستوى الاخير. تمام؟ تمام. ده سريعا كده إعادة على الإيه، الأجزاء الإيه اللي أخدناها الحصة اللي فاتت عشان تساعدك وإحنا إيه بنشرح الجزء بتاع الحصة دي. تالت حاجة عندنا إحنا طبعا خدنا الفلزات واللا فلزات، ناقصني الغازات الخاملة قبل ما ندخل على الروابط الكيميائية. الغازات الخاملة وخدناها في الترم الأول، مستوى الطاقة الخارجي ليها بيكون مكتمل بالإلكترونات، يعني بتحتوي على 8 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير ما عدا ذرة الهيليوم. ذرة الهيليوم ما فيهاش غير مستوى طاقة واحد أصلا، هو العدد الذري بتاعها 2، فبالتالي هي بتتوزع في مستوى واحد اللي هو الكي، فده المستوى الأول والأخير ليها، وهي كده بتبقى مكتملة. مش المستوى كي أصلا ما بيقدرش يتحمل أكتر من 2 إلكترون؟ أنا عندي الهيليوم HE2، تمام؟ لما اجي تمام. اوزعه هوزعه في المستوى كي، المستوى كي بياخد كام الكترون؟ مستوى كي بياخد 2. 2 الكترون، هو كده بيبقى مكتمل صح؟ لا ومش محتاج يدخل في تفاعل كيميائي، المستوى كي اصلا ما بياخدش غير 2 الكترون، يبقى كده ذرة الهيليوم عندي مكتملة، مش محتاجة ايه؟ ان هي تدخل في تفاعل كيميائي او تزود عدد الالكترونات بتاعتها. يبقى أنا تمام. عندي المستوى الخارجي للذرات الخاملة مكتمل بالـ8 إلكترونات ما عدا الهيليوم. طب الغازات الخاملة عندي إيه؟ هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون، الخمسة اللي موجودين قدامك دول. طيب تمام. المستوى الأخير بتاعها عشان مكتمل بالإلكترونات، فهي ما بتدخلش في أي تفاعل كيميائي مع ذرات أخرى، ما بتتعبش نفسها. أنا خلاص المستوى الأخير بتاعي فيه 8، فأنا مش محتاج أوصل لمرحلة استقرار، أنا أصلا مستقر، مش محتاج أدخل في تفاعل وأتعب نفسي خلاص. الجزيئات بتاعتها بتتكون من ذرة واحدة بس، مفيهاش غير ذرة مفردة. والغازات الخاملة علشان ما بتدخلش في تفاعل كيميائي ولا محتاجة تفقد ولا تكتسب، فهي كده ما بتكونش ولا أيون موجب ولا أيون سالب.
هي الغازات الخاملة ملهاش أي تفاعل. طبعا مش هتعمل زي الفلزات تفقد وتكون لأيون موجب، ولا هتعمل زي اللافلزات وتكتسب وتكون لأيون سالب، لأ هي ما بتدخلش في تفاعلات كيميائية، يبقى ما بيتكونش فيها ولا أيون موجب ولا أيون سالب. تمام، تمام. دي مريحانة خالص أهي. طيب الغازات الخاملة عشان أعرفها بقى، هقول الوصف اللي أنا قلته من شوية ده، عناصر لا تشترك في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية. طب ليه؟ لأن مستوى الطاقة الخارجي ليها مكتمل بالإيه؟ بالإلكترونات، مش محتاجة. طيب لما يجي يسألني سؤال علل على أي عنصر من الخمسة اللي قدامي دول، لا يمكن لعنصر الأرجون أو الهيليوم أو النيون أو كريبتون أو زينون أو رادون تكوين أيون موجب أو سالب في الظروف العادية، ليه ما بيكونوش أيون موجب أو سالب؟ لأن ده عنصر خامل مستوى الطاقة الخارجي ليه مكتمل بإيه؟ تمام. إيه؟ مستوى الخارجي هو مكتمل بال اسمه ايه؟ الإلكترونات. ايوه، بالالكترونات. ركز معايا كده، لما يسألني على أي عنصر من الغازات الخاملة يقول لي ليه العنصر ده ما بيكونش أيون موجب أو سالب، أي عنصر من العناصر الخمسة دول، هيليوم أو نيون أو أرجون أو كريبتون أو زينون أو رادون، الستة دول قصدي، عندي 6 عناصر، ليه ما بيكونوش لا أيون موجب ولا أيون سالب؟ قلنا مستوى الطاقة الخارجي ليهم مكتمل بالإلكترونات، مش محتاج يفقد ولا يكتسب إلكترونات، فبالتالي ما بيكونش ولا أيون موجب ولا سالب. يبقى الإجابة عندي على ال6 عناصر لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي بالإيه؟ بالإلكترونات. تمام. طيب حل معايا بقى كده الأسئلة دي. أسئلة صفحة 17، اقرأ كده وحل. قسم قسمة بريزيليوي بريزيليوس. قسم بريزيليوس العناصر إلى فلزات ولا فلزات. برافو، تمام. ماذا يحدث للعدد الكتلي لذرة الأكسجين؟ هو 8 16، 16، 8، بنقرأ من 16. تحت لفوق، بنقرأ من العدد الذري وبعدين العدد الكتلي مش العكس. تمام، 8، 16 عند تحولها إلى أيون. عشان نعرف الإجابة لازم، ها في نقطة مهمة جدا هنا عايزين نركز عليها، بيقول لك ماذا يحدث للعدد الكتلي، قلتها لك ملحوظة من شوية، العنصر عندي لما بيجي يتحول لأيون بيعمل إيه؟ بيفقد إلكترون ويتحول لأيون موجب، أو يكتسب إلكترون ويتحول لأيون سالب. أنا هنا بتعامل مع الإلكترونات بس، يبقى الإلكترونات اللي بتتغير. طيب أنا كده جيت ناحية العدد الكتلي، لا، يبقى العدد الكتلي إيه؟ ثابت. يظل 8. فين الـ8؟ العدد الكتلي، ركز، العدد الكتلي، عدد الكتل اللي فوق 16، اللي تحت ده العدد الذري، احنا نسينا الترم الأول ولا ايه؟ يظل 16. 16، يعني احنا لسه بقالنا 2 أسبوع بس. لا، مش أسبوعين بس، كتير كتير أوي. كتير ليه؟ 2 أسبوع؟ ايه يا سيدي، لا شهر مثلا
طيب تمام. اعتبر الحاجات دي مكملة معاك على فكرة لحد ثانوي، فيعني ايه ما هنحطهاش في الامتحان وننساها. اللي تحت ده العدد الذري، اللي فوق العدد الكتلي. العدد الكتلي اللي هو البروتونات زائد النيترونات، والعدد الذري اللي تحت اللي هو النيترونات فقط، البروتونات فقط قصدي. طب لو أنا عايزة أجيب النيترونات كنت بطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري. خلينا في الجزء بتاعنا هنا، ماذا يحدث للعدد الكتلي؟ قلنا في حالة الأيون، تحول الذرة لأيون سواء موجب أو سالب، أنا بتعامل مع الإلكترونات بس، بفقد إلكترون أو بكتسب إلكترون، يبقى أنا كده ما جيتش جنب العدد الكتلي خالص، هو ما بيتدخلش في أي حاجة في الإيه؟ في الأيونات، يبقى العدد الكتلي هيفضل ثابت. طب العدد الكتلي في ذرة الأكسجين كام؟ قلنا 16، يبقى يظل 16. كمل. تمام. عنصر نقط، عنصر لا فلز، لا فلز سائل، زئبق. لا فلز سائل، لا فلز طب برضو ما هو قايله لك عليها الزئبق الحصه اللي فاتت. الزئبق فلز سائل. اسمه ايه؟ تعالى نمسك الاختيارات جرافيت. واحدة واحدة. البروم كده كده مش معانا في أي حاجة في الدرس ده خالص، اليود قصدي، مش معانا في أي حاجة. البروم لا فلز سائل، البروم لا فلز إيه، سائل. والزئبق فلز سائل. الجرافيت. تلاقي خد بالك من الاستثناءات، الجرافيت أو الكربون لا فلز جيد التوصيل للكهرباء. أنا عندي اللا فلزات أصلا غير جيدة التوصيل للكهرباء ما عدا الجرافيت، الجرافيت هو الوحيد اللا فلز اللي بيوصل إيه؟ كهرباء. ما الإجابة عندي هنا لا فلز سائل يبقى البروم. تمام؟ تمام. تمام. تعالى يلا على الأشكال اللي قدامنا دي كده. أي الأشكال المقابلة يمثل التوزيع الإلكتروني توزيع الإلكتروني لإيه؟ ذرة غاز خامل. طالما قال لي غاز خامل أبص على مستوى الطاقة الأخير. ستة، قصدي تلاتة، اللي هو رقم تلاتة. نركز. معلش عشان نسيت نقطة. نقطة ايه؟ هو نسيت حتة إن ده خامل، يعني الأرقام دي خامل وده لأ. العنصر، ذرة العنصر الخامل بيكون مستوى الطاقة الخارجي ليها مكتمل بإيه؟ تمانية. بالإلكترونات، اللي هو 8 إلكترونات. لكن العناصر الأخرى اللي هي مش عنصر خامل تكون أقل من 8 لحد 7. تمام. تمام. يبقى الأولى هتبقى اتنين. عشان تعرف التوزيع لازم تبص على الذرة اللي هنا، عدد الايه البروتونات اللي متوزعة، وبعدين شوف ده.
ركز معايا كده، اللي بتوزع تحت ده الإلكترونات صح؟ لازم نقارن الإلكترونات بالبروتونات الموجبة اللي هنا اللي داخل الذرة، تمام؟ تمام. لو البروتونات الموجبة أكبر من الإلكترونات يبقى ده فلز. طيب لو البروتونات أقل يبقى لا فلز، أقل من الإلكترونات يبقى لا فلز. طيب لو العنصر البروتونات اللي هنا لو 8 والإلكترونات 8 يبقى عنصر خامل، تمام؟ تمام، يعني واحد مع اتنين. واحد مع اتنين ازاي؟ ركز كده، امسك بس ايه، سؤال سؤال كده. ذرة الغاز الخامل تعالى نمسك أول سؤال، سيبك من اللي موجودين لحظة هنا، لحظة واحدة، ماشي. هو هنا عايزني أرقم ولا أقول رقم؟ أنت هتمسك كل رسمة من دول، تمام؟ من خلال التوزيع هتعرف العنصر اللي عندك خامل ولا لا فلز ولا موجب ولا أيون موجب ولا أيون سالب، فهمت؟ لا تمام. تعالى نمسك أول رسمة اللي هو أول توزيع الأولاني ده. أنا عندي البروتونات كام؟ 11. 11. والإلكترونات اللي متوزعة كام؟ 10. 10. معنى كده إن كان في هنا مستوى طاقة كمان في واحد، صح؟ 2 زائد 8 زائد 1 يبقى 11. معنى كده إن المستوى ده إيه؟ الذرة فقدته، يبقى ده فلز فقد مستوى الطاقة الخارجي أو فقد إلكترون. فلز فقد إلكترون يتحول لإيه؟ يتحول فلز فلز فقط إلكترون. أيوة فقد فلز. إلكترون يتحول لإيه؟ أنت اسمه ده أيون سالب، قصدي أيون موجب أيون ولا إيه؟ موجب، تمام. يبقى دي أول واحدة حليناها. أنت بتقارن بين، بص على الذرة اللي موجود جوه الدايرة دي يا عبد الرحمن، الذرة فيها موجب 11 ده البروتونات، وبص على التوزيع في مستويات تمام. الطاقة. هو عايزني احسبها، احسب آه الحاجات دي الاول بعدين ابقى اختار. هتحسب الحاجات دي الأول، لما تحسبها هتعرف تختار من الأسئلة اللي موجودة عندك. احنا كده حسبناها أول واحدة، عندي اللي موجود جوه الذرة البروتونات 11 والإلكترونات كام؟ 10. 12. لما يبقى دول 10 ودي 11 معنى كده إن كان في هنا واحد كمان وفقدناه، صح؟ صح. يبقى دي لما يبقى فلز يفقد إلكترون يبقى ده أيون إيه؟ موجب. موج. يبقى رقم 3 هتبقى مع رقم 1، مع الرسمة رقم 1 أو التوزيع 1، تمام؟ تمام. ورقم تعالى أربعة للي هتبقى بعده. مع توزيع ثلاثة. رقم 4 هتبقى مع التوزيع، اللي هي ثلاثة. الأيون السالب هتبقى مع رقم كام؟ رقم ثلاثة. رقم 3. طب تعالى نشوفها، عندي 8 إلكترونات وهنا 2، 6. ركز تمام، كده، يبقى ثمانية. ركز. لحظة. هجيب لك الجزء ده من الدرس علشان تركز عليه في المذاكرة، ركز معايا كده.
الأيون السالب عدد البروتونات أقل من الإلكترونات. تمام؟ أهي تمام عايزك تعلم عليها في الكتاب. نحفظ. الأيون السالب في صفحة 13 عدد البروتونات أقل من الإيه؟ الإلكترونات. تمام؟ تمام علمت عليها؟ صفحة 13 آخر واحدة صح؟ اه، صفحة 13 الجزء الأخير ده رقم 1. الأيون السالب يكون في عدد البروتونات في النواة أقل من الإلكترونات التي تدور حول النواة. تمام؟ تمام اطلع معايا لفوق، صفحة 10. الأيون الموجب، علم على أول واحدة، عدد البروتونات أكبر من الإيه؟ الإلكترونات. عدد البروتونات أكبر من الإيه؟ الكترونات الإلكترونات. تمام؟ النقطتين دول مهمين جدا جدا جدا، هتحل بيهم أغلب الأسئلة أصلا. تعالى بقى هنا كده للأسئلة دي، البروتونات لو أكبر من الإلكترونات يبقى أيون موجب، واحنا حطيناه هنا مع رقم 3 اهو، رقم 3 هياخد رقم 1. طيب تعالى للباقيين، الالكترونات ها معايا؟ أيوة. ذرة غاز خامل ها 1 مع 4 واحد مع أربعة، ركز تاني، فين رقم أربعة؟ 2 8، ماشي، ده مكتمل بالإلكترونات أهو، ماشي، يبقى رقم أربعة. طيب الأيون السالب عندي فين؟ احنا قلنا الأيون السالب يعني هي عدد صح؟ عدد البروتونات، لو الزوم فصل ادخل تاني على اللينك. تمام الأيون السالب عدد الإلكترونات بيكون إيه؟ أكبر من البروتونات اللي هي رقم 2. الإلكترونات عندي 2 زائد 8 10، والبروتونات لا 8، يبقى رقم 2 دي هي الأيون إيه؟ سالب. أنا سالب طيب ذرة عنصر لا فلزي، أنا عندي البروتونات 8 والتوزيع عندي 2 6، كده هو محتاج 2 كمان، صح؟ صح. في رقم 3 التوزيع عندي كام؟ 2 6، هو محتاج كده 2 كمان عشان يبقى ايه؟ مكتمل، يبقى ده ايه؟ لا فلز، بيتحول لأيون سالب. ده عندي ذرة عنصر لا فلزي لأنه محتاج 2 إلكترون عشان يكتمل.